لا تكن متاحا دائما هو الدرس الأول الذي ستهديك إياه الحياة على طبق من الندم، الندم على كل موقف أعطيت فيه أكثر مما تملك ومنحت فيه من وقتك وطاقتك ومشاعرك وجهدك أكثر من اللازم. هو الدرس الذي سيجعلك تفهم الفرق بين العون الذي تنصف فيه نفسك وبين العطاء منقطع النظير الذي به تظلمها. ستتعلم بعدها جيدا متى تعطي ومتى تمنع، متى تتواجد ومتى تتوارى، متى تمد يدك للغير ومتى تغلها. ستتعلم بأن تواجدك الدائم وعطاءك الكثير ونصائحك ومشاعرك المهدورة أصبحت عادة، فأنت المتاح في كل وقت. والبشر لا يحبون العطاء السهل بقدر ما يستهويهم ما هو صعب، وعطاؤك أنت كان هينا. عليك دائما أن تعطي بمقدار وتهب بتقنين وتمنح ببعض من الحرص، أن تتواجد دون حاجة وألا تتواجد لسبب يخصك وحدك، أن تعطي دون مبرر وأن ترفض دون أي سبب، أن تتعاطف وتتفاعل تارة وأن تقسو بتعابيرك تارة أخرى، أن تكون نارا متى شئت وثلجا متى أردت، أن تضع نفسك أعلى هرم أولوياتك هو طريق لأن تكون على أعلى هرم أولويات غيرك. ولتكن نفسك عليك عزيزة، ليست أنانية، إنما درس سيمر عليك عاجلا أم آجلا ليتلخص لك بعبرة تفتح لك طريقا جديدا عنوانه لا تكن متاحا دائماً.